الطلاب، الصف العاشر، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. هذا الفيديو مخصص لكم أنتم العاشر، وهذا كتاب التمارين الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. أهلا وسهلا فيكم جميعا أعزائنا، ومنرحب فيكم وندعوكم للاشتراك في القناة وتخبروا أصحابكم عنا، لأنه عنا كتير فيديوهات، مجموعة كتير ضخمة من الصف الأول إلى الصف العاشر، شرح جميع المواد، وكذلك عنا كتير نماذج امتحانات الأول والثاني والنهائي، وكتير من الامتحانات يتم استخدامها من قبل المعلمين. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. ولدينا شروحات حصرية للوك وكلوز أب لأي حد بيدرس هاي المواد، خليه يبعث لنا إيميله عشان نفعل هذه الفيديوهات لكم. ونبلش مع بعض. درس اليوم كتير حلو، خلينا نشوف هذه القصيدة لهذا الشاعر، هيو اللي شايفينه نحن هون في الصورة، اسمه بابلو نيرودا، ولد سنة 1904 وتوفى سنة 1973. هذا الشاعر هو تشيلي، يعني من تشيلي، وهو من أشهر شعراء أمريكا اللاتينية. هذا الشاعر الكبير ترك إنتاج أدبي غزير جدا، وهذا الإنتاج ترجم لعدة لغات، وقد حاز على جائزة نوبل للآداب سنة 1971، يعني قبل ما يتوفى بسنتين. عنده عدة مؤلفات كثيرة جدا، هذه المؤلفات مثل، نحن بنحكي عن أمريكا اللاتينية، فإسبانيا في القلب، أحجار السماء، القلب الأصفر. طيب خلينا نحكي بشكل عام عن شعره لهذا الشاعر الكبير. اتسم أدب نيرودا بالإنسانية، فهو كان يتحدث باسم الإنسانية، وقف في وصف البسطاء مدينا كل اضطهاد ضد البسطاء، فكان كتير بحب البسطاء، وإنسان يعني إنساني جدا وبسيط ويعني لطيف مع الناس جميعا، كتير كان بحب الناس المعوزين، الفقراء، الضعفاء، فبالتالي وجه شعره كسيف سليط على الطغاة وعلى المتسلطين، على خبز الفقراء، عنده كبرياء. هل هنا المعاني الموجودة، شو يعني كلمة كبرياء؟ استعلاء، الصخب هو الضجيج الذي ينتج عن اختلاط الأصوات وارتفاعها. طيب نشوف شو في عندي كمان معاني، بادر يعني سارع وتقدم. خلينا نسمع مع بعض أو نقرأ مع بعض هذه القصيدة الجميلة لهذا الشاعر بابلو نيرودا، وكتير في أشياء ومؤلفات حلوة في هذا المنهاج الجديد، بيعرفنا مش بس عن الأدباء العرب، كمان في عنا الأدباء الغربيين لهم كتير أعمال رائعة جدا. يموت ببطء من لا يسافر، من لا يقرأ، من لا يسمع الموسيقى، من لا يعرف كيفية الاهتداء بفضل عينيه. يموت ببطء من يحطم كبرياءه، من لا يرغب في مساعدة أحد. يموت ببطء من يصبح عبدا للعادة، من يعاود كل يوم المسالك ذاتها، من لا يجازف أبدا بتغيير نمط ملابسه، أو لا يتحدث أبدا مع الغرباء. يموت ببطء من يتجنب صخب العواطف التي تمنحنا النور في العيون وتبلسم القلوب الجريحة. يموت ببطء من لا يغير المكان عندما لا يكون سعيدا في العمل أو في الحياة، من لا يركب المخاطر لتحقيق أحلامه، من ولو مرة واحدة في حياته لا يتهرب من نصائح حساسة. عش الآن، جازف اليوم، بادر بسرعة، لا تدع نفسك تموت ببطء، لا تحرم نفسك من السعادة. إذن هذه القصيدة الجميلة كثير، معانيها بسيطة وسهلة يا عاشر، هي قصيدة يموت ببطء. من الذي ترجمها؟ بني عيسى حسينات، تمام؟ هاي القصيدة، من هو الشاعر قلنا؟ هاي طبعا ترجمة من الشاعر، ترجمة يعني للغة العربية، ولكن هي أصلا للشاعر بابلو نيرودا. إذن بخلاصة هذه القصيدة تتحدث بأنه الإنسان دايما بتشوف حالك في الشغل، بتشوف حالك في الحياة غير سعيد، لا تضلك عايش بتعاسة بحزن، لا، يعني تمرد على هذا الواقع وقم بالتغيير. نحن كبشر دائما بنخاف من التغيير يا عاشر، لكن لا، قم بالتغيير، تغير. دائما التغيير بيحمل إشي جديد، تتجدد أرواحنا، تتجدد أنفسنا بالتغيير.
بيحكي لنا دعوته إلى السفر، دعوة للقراءة، دعوة لسماع الموسيقى، دعوة للتأمل بالطبيعة، دعوة لأنك ترسم، تغني، ترقص، اعمل أي إشي جديد أنت مش متعود عليه. بحكي إنه السفر بيعلمك كتير أشياء حلوة، القراءة بتعلمك كمان جدا معارف كثيرة جدا، حتى بمجرد مساعدتك للغير أنت بتعمل إشي غريب، و يعني تحيا، ما بتموت ببطء زي ما هو بحكي. برضه بيعرف الإنسان الذي يموت ببطء، هذا الإنسان اللي بصير عبد للعادة، الأشياء المتكررة الروتينية اللي دائما نحن بنسويها، بنصحى، بنفطر، بنقعد، بننام، ما في أي إشي غريب بحياتنا، ما عم نعمل إشي تغيير جديد في حياتنا. فبالتالي ما دامك تسلك نفس المسالك، نفس العادات، نفس الأشياء، ونفس الأشخاص عم تحكي معهم هم، فبالتالي أنت تموت ببطء لأنه ما في تغيير في حياتك. برضو اللي ما بيحب إنه يحب، يجرب إنه يعشق، يجرب إنه يبتعد عن الإنسان المتعلق فيه أو الإنسان اللي بيعمل له مشاكل أو بيعمل له حزن، فبالتالي أنت إنسان ستموت ببطء. دايما خليك دايما سعيد، دعوة إنك تكون دايما إنسان متجدد في روحك، غير مكانك، مش عاجبك شغلك غيره، مش عاجب موقفك في الحياة أو دورك في الحياة غيره، لازم تركب المخاطر لتحقيق أحلامك. يعني إحنا دايما بنفكر نحكي أوه صعب كتير إن أنا أصير مهندس، أوه صعب كتير إن أنا أحقق حلمي وأصير أسافر من مكان لآخر، أو إنه أصير مضيف طيران، أو أصير إني طيار. فدائما احكي إنه ما في عنا إشي مستحيل، دايما نحن قادرين يا عاشر إنه نحقق الأشياء الصعبة والمستحيلة. دايما نتذكر إنه لا يوجد أي إشي مستحيل. الناس اللي طلعت على القمر مش أحسن منك، والناس اللي جابت معدلات بالتسعينات في التوجيه وبغير التوجيه برضه مش أحسن منك، والناس اللي تخرجت، والناس اللي حققت طموحات وإنجازات كثيرة مش أفضل منك. فهاي دعوة إلك، إنه أنت تجازف في رحلة الحياة، تغير شغلك إذا ما عجبك. فيجب برضو أن لا تتهرب من نصائح حساسة، شخص حكيم حكى لك النصيحة لا تتهرب منه، لا تبتعد عن نصائحه، رد على هذه النصائح والحكم التي تفيدك في حياتك، لأنه أحيانا صعب كثير تلاقي إنسان ينصحك خاصة في عصرنا الآن. فبالتالي الأفضل دائما بادر، اسأل، لا تخاف، جازف، أحيانا لازم تجازف، لازم تفوت على هالمشروع عشان تعرف أنت شو ممكن، يعني شو ممكن تسوي، شو لوين ممكن النتائج تاخذك. فلازم أن تبادر. شوفوا آخر جملتين أو آخر فقرة بلش يحكي هون زي إنه عصب الشاعر، بيحكي يلا قوم، ليش عاية، ليش قاعد هلأ، روح عيش الآن، روح جازف، ليش بعدك جالس بمكانك. برضو نهي في الأخير، غير الأمر استخدم، استخدم النهي في الأخير، وبيحكي لا تدع نفسك تموت ببطء، لا تموت ببطء، لا تحرم حالك من السعادة. جدا جميلة هذه القصيدة الرائعة، وأكيد هي بجوز تفقد شوي من قوتها لما تكون هي مترجمة، يعني مش زي قوتها باللغة الأصلية، لكن هاي دعوة كتير حلوة والمعنى وصل لنا يا عاشر، إنه لازم أن نعيش الحياة بجميع تفاصيلها. طيب في قول الشاعر تبلسم القلوب الجريحة، ما معنى كلمة تبلسم؟ تعالج، تداوي، نعم. طيب كما لاحظنا في هذه القصيدة الجميلة الرائعة إنه في عنا عدة ألفاظ موجودة فيها تنتمي لحقلين دلاليين يعبران عن مفهومين متناقضين متعلقين بسعادة الإنسان أو شقائه. بدنا نبحث بالقصيدة عن 5 ألفاظ تمثل كل حقل منهما، يعني عندي حقلين دلاليين، 2 أساسيات، إشي بيتعلق بسعادة الإنسان، هذا الإنسان اللي بده يكون سعيد شو لازم يعمل، وشو الأشياء اللي لازم اللي بيسويها الإنسان وهو مش داري عن حاله تؤدي إلى شقائه وحزنه وتعاسته. شو هي هاي الألفاظ اللي بتدل على السعادة، وشو هي الألفاظ اللي بتدل على الشقاء وعلى الحزن؟ الأشياء اللي بتدل على السعادة يا عاشر مبينة، سعيدا، الأحلام، الإنسان اللي بيسافر، اللي بيسمع الموسيقى. الشقاء حسب رؤية الشاعر بيحكي لك الإنسان يلي ما بيقرأ، لا يسافر، لا يرغب إنه يجرب أشياء جديدة، اللي بيحطم، اللي بيموت ببطء، هذه كلياتها هي اللي بتخلي الإنسان يموت ببطء وتؤدي به إلى الشقاء. طيب
هذه القصيدة الجميلة لبابلو برضو عندها كمان ألفاظ تدل على عنصرين، اللي هم عنصر الصوت والحركة. بدنا نحدد مثالين على كل عنصر. العنصر الصوت في كتير عناصر كانت، أو أي لفظ له علاقة بالصوت، يتحدث، يقرأ، الحركة لما حكى يسافر، يركب سفينة الحياة، سفينة التغيير، هذه كلها تدل على الحركة. وأكيد في كتير غيرهم، هدول فيكم تطلعوا غيرهم. هلأ هذا الشاعر بابلو نيرودا بيحكي لنا إن الكتب التي تساعدك أن أكثر هي التي تجعلك تفكر أكثر. فالكتاب هو سفينة من الأفكار، محمل بالحقيقة والجمال. بدنا نبحث في القصيدة عن العبارة التي تنسجم وهذا القول. شو العبارة يلي بتنسجم مع الكلام اللي حكاه هون، إنه الكتاب زي كأنه سفينة من الأفكار، يعني دعوة إنك أنت تقرأ، تبحر بالمعارف والمعلومات. فعليا في كتب ممكن تقرأها أنت يا عاشر، فعليا تقلب حياتك. ممكن في أشياء وكتب ممكن تقرأها ولو كانت قصة قصيرة، ممكن إنها تأثر في نفسك بشكل كتير كبير. وأحيانا هاي الكتب بتختصر عليك إنك أنت تفوت في مشاكل وتتلاقي حلول إلها وتتطلع منها، بتكون قد إيه مر عليك تعب وشغل وشقاء كبير. فعشان هيك هاي دعوة لإلنا وللجميع إنه نحن نقرأ هذه الكتب والمعارف المختلفة. الكلام اللي قاله أكيد اللي هي يموت ببطء من لا يقرأ. طب خلينا نستدل من القصيدة بعبارات تتفق ومضمون كل مما يأتي. شوفوا المتنبي هذا الشاعر العباسي شو حكى، وخلينا نلاقي بيت شعري حكى بابلو بنفس فكرة المتنبي. بحكي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. هون قاصد فيها أنه يموت ببطء من يتجنب صخب العواطف التي تمنحنا النور في العيون. هذا الكلام اللي قاله بابلو بنفس معنى هذا البيت الشعري تبع المتنبي. طيب بيت ثاني للقاضي الجرجاني برضو عباسي: أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمة. نحكي عن عزة نفس، يعني بنحكي عن كبرياء. فبالتالي هذا عبر عنه بابلو لما قال يموت ببطء من يحطم كبرياءه. طيب ننتقل للبيت الشعري الثالث يلي حكاه زهير بن أبي سلمى وهو شاعر جاهلي، قال: ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. إذا هون اللي له فضل وبيبخل بفضله، ما بده يعطي من فضله ومن ماله للناس ويتكرم عليهم، يعني شايف حاله، فبالتالي خلص الناس بتستغني عنه. هذا عبر عنه بابلو لما قال يموت ببطء من يحطم كبرياءه ومن لا يرغب في مساعدة أحد. طيب الطغرائي وهو شاعر عباسي برضو حكانا بيت شعري جميل، بيقول: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. هذه تتحدث عن النقل، النقل المقصود فيها الترحال يعني السفر، فمباشرة بتقول لي يموت ببطء من لا يسافر. طيب خلينا نتحدث شوي عن التراديشنز أو العادات، وهي موروث اجتماعي ثقافي. هذه العادات كلياتنا بنعرف إنها جدا إشي جزء مهم جدا من إرث ومن تراث وتاريخ الدول وال يعني الحضارات. فبالتالي كل مجتمع يا عاشر بيحاول إنه يحافظ على هاي العادات. قد ينظر لشخص يرفض بعض العادات على إنه غريب، إنسان غير منطقي. فبيقول نيرودا بهذا المجال: يموت ببطء من يصبح عبدا للعادة. يعني بتحسها زي كأنه عكس هذا الكلام، عكس شغلة إنه نحن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. شو رأيك بهذا الكلام؟ أوفق بين المفهوم المتعارف عليه للعادات وبين قول نيرودا مبين الرأي. هلأ نيرودا بيحكينا إنه يموت ببطء من يصبح عبدا للعادة، زي كأنه بدعو إنه نحن ما نهتم بالعادة. هو بيحكي عن العادة، عن الروتين اليومي، هو لم يقصد فيها العادات والتقاليد، يعني مش نفس المفهوم. فهو نيرودا يعني يرى بأنها روتين يومي، ولكن هذا المفهوم زي ما حكينا غير كامل، وممكن مش قاصده هيك. هلأ العادات نحن كعادات التراديشنز يعني العادات والتقاليد لازم نحافظ عليها لأنها هوية المجتمع وتعكس تاريخنا وحضارتنا، وكلنا نتفق على هذا الأمر، صح يا عاشر؟
لازم نحافظ على عاداتنا، يعني لبس التراث الأردني، اللباس التقليدي الأردني، إنه نحن نعزف يعني أغانينا الوطنية الشعبية الجميلة، هاي كلها تراث. تمام، الطعام اللي عندنا الشعبي هذا تراث. تمام، فعاداتنا وتقاليدنا لا نستغني عنها. لكن هون قصده نيرودا هو بيحكي لنا عن الروتين، الأشياء الروتينية اليومية اللي بنعملها يوميا، ما له دخل في العادات والتقاليد. السؤال بقى بيحكي لنا هل يجوز للمرء أن يخرج عن عادات مجتمعه المتوارثة؟ خلينا نعلل إجابتنا بالدليل. طبعا لا، يعني إشي أنت بتورثه من عيلتك، من مجتمعك، من أجدادك، غلط إنك أنت تتركه، بالعكس لازم تحافظ على هذا الإرث. يعني فمنقول لا لأنها جزء من هويته، كونه جزء من المجتمع، وهي دليل على المحافظة على الإرث والتراث، وهي انعكاس لثقافة المجتمع وهوية هذا المجتمع. طيب ننتقل للسؤال السابع. بيحكي لنا هذا السؤال إنه الإنسان أو الشاعر هذا نيرودا بيشوف إنه الإنسان يستطيع الرؤية بوضوح إذا أيقظ مشاعره وجعلها متوقدة بالإحساس نحو الآخرين ومواساة الآخرين هذول في أحزانهم ومسح آلامهم. شو هي العبارة اللي بتمثل هذا المعنى في القصيدة؟ حكى تبلسم القلوب الجريحة، أو تبلسم القلوب الجريحة، يعني بيحكي كيف إنه الإنسان لازم يوقف مع أخوه الإنسان ويساعده ويعزيه في أيام الأحزان. طيب يوجد حالة سلوكية بعلم النفس اسمها كأن هذا الريست زون، إشي البريك زون، something like this، هي منطقة الراحة، نحن بنسميها كومفورت زون، اللي هي منطقة الراحة. هاي المنطقة موجودة في السايكولوجي أو في علم النفس يا عاشر. بتدل على شو بالضبط؟ تدل على التزام الفرد بحياة روتينية تتسم بالخوف من المخاطرة أو خوض تجربة جديدة. ما بدي أنا أروح وأجرب مثلا نظام جديد في حياتي، أروح مثلا أروح الجيم، يعني اتعرف على ناس غريبين، بخاف مثلا، بخاف اني اجرب تجربه جديده، اني انا اسوق بسكليت عمري بحياتي ما سوقته، سواء كنت صبيه او شاب، فبالتالي تجارب جديده بتخوفني، فبحكي انه انا بفضل اروح على منطقه الراحه، على الكومفورت زون، فهي تعطيني شعور بالامان لاني ما بدي انا اغامر، ما بدي اروح انا على المخاطر. شو هو هذا الموضوع اللي بيمثل هاي الحاله بالقصيده؟ قال شاعر نيرودا: من لا يركب المخاطر لتحقيق أحلامه برضه رح يموت ببطء. الإنسان يلي ما بيحب يركب سفينة الحياة، الحياة شو هي يا عاشر؟ هي عبارة عن مشاكل، أنت بتخلص من مشكلة بتفوت بمشكلة تانية، هاي تجارب، تجارب بالحياة بنتعلم منها الكثير، وزي ما بيحكي المثل نحن بنموت ونحن نتعلم يعني. فالحياة ما في داعي نحن نخاف، بالعكس التغيير إشي كتير حلو، خلينا نشجع بعض على التغيير. يعني أنا حصلت معي شخصيا، أنا ما كنت أحب أو ما كنت أفكر في حياتي إني أنزل وأغوص في البحر، وفعليا جربت الدايفنج، كتير كانت تجربة رائعة جدا. هلا ممكن في كتير شغلات ممكن تتخيلها ببالك إنه أنا كيف أنزل باراشوت أو كيف أنزل أعمل إنزال جبلي، هاي الشغلات مغامرات جديدة وحلوة، بس ما بتشوف حالك إلا إنه حدا شجعك، أخوك شجعك، ابن عمك، صديقك، بتحمل حالك وبتحملي حالك وبتنزلي بالباراشوت، ورح تشوفي كيف الحياة جميلة جدا بالتغيير الجديد اللي بصير فيها. فاركبوا المخاطر وما تخافوش. طيب خلينا نروح للسؤال التاسع. تنوعت الأساليب اللغوية بالقصيدة بما يخدم الفكرة العامة اللي بتحمل رسالة إنسانية. نيرودا بده يوصل هاي الرسالة من خلال هاي الأساليب لمين؟ لبني البشر. طيب اعطيني جملة خبرية بالقصيدة ووحدة إنشائية مبينة نوع الإنشاء فيها. ما دامنا بهاي الوحدة عم نركز على الأسلوب الخبري والإنشائي. الأسلوب الخبري مثلا لا يهرب، لا اللي هي موت ببطء، أو لا يهرب برضه منيحة، هذه إنشاء، هاي خبرية، لا يهرب ويموت ببطء، هدول خبريات. الإنشائية لما يكون في عندك يا أمر يا نهي، زي بادر بسرعة، عش الآن، هدول التنتين أمر، فبالتالي تعتبر أسلوب إنشائي. عش الآن هاي برضو فيها أمر. طيب أيهما طغى على جو القصيدة؟ أنت شو شايف أكتر إشي كان ماشي، الأسلوب الخبري ولا الإنشائي؟ أكيد الخبري، لأنه إمتى صار يستخدم الأمر والنهي، إنه يلا قوم تحرك عيش، كانت بس موجودة في آخر فقرة في القصيدة. فإذا الأسلوب الخبري هو الذي طغى، لأنه يصف حالات مختلفة من السعادة ومن الشقاء.
يقول الشاعر العباسي عبد الله بن المبارك التميمي: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. شو بدنا نحكي عن هاي الأبيات؟ بيحكي لنا ابن مبارك يتفق مع الشاعر نيرودا في وصف فئة من الناس بتحمل قلوب ميتة أو توشك على الموت، يعني ناس بتحسها عايشين ومش عايشين، وبين الفكرة التي انماز فيها هذا ابن المبارك عن الشاعر نيرودا في ذلك الوصف مبينا رأيه. يعني شو الاختلاف، شو التمييز اللي صار بيناتهم؟ هلأ هون شاعرنا العباسي بيحكي انه التوبة وترك المعاصي فيها حياة القلب والخير، وحياتك ما بتصفى وما بتصير إنسان رائع وبتعيش الحياة بكل حذافيرها إلا من خلال التوبة، وإنك أنت تطلب من ربنا مغفرة هذه الذنوب. أما بالنسبة لنيرودا بيحكي لنا أكثر من شغلة بالنسبة للحياة، مش بس إنك أنت تطلع وسافر وغير جو وغير شغلك وغير هاي، أكثر من جانب. هو لم يتحدث عن الناحية الدينية، إنما تحدث عن السفر، عن المغامرة، عن التغيير اللي لازم أنت تنشده في حياتك. أما هون ابن العباس أو ابن المبارك الشاعر العباس التميمي تلخص من الناحية الدينية، إنه حكى لك بالتوبة بصير عندك حياة جديدة. طيب خلينا نحكي شوي عن الأفعال المضارعة الموجودة، اللي هي لما حكينا عن الأسلوب الخبري الموجود. منصغر شوي الشاشة عشان تشوفوا. طيب شو بقول لنا هون؟ الأفعال المضارعة سيطرت على لغة القصيدة، إلا إنه الشاعر تحول إلى فعل الأمر بنهايتها. بدنا نفسر هذا التحول الزمني في صيغ الأفعال مبينا دلالة كل منها وأثره في المعنى في نفسه. لاحظتوا: يموت ببطء، من لا يسافر، من لا يقرأ، من لا يقرأ ويقرأ ويسافر وكذا، كلها يا اللي هي نسميها يا المضارعة، كلها أفعال مضارعة. هلأ الشفت اللي صار أو التحول اللي صار في نهاية القصيدة لما تغير من فعل مضارع، لما عصب الشاعر، مش عصب يعني، إنه لما خلص بده يفرجيك خلاصة الموضوع، إنه يلا روح دغري صار يأمرك، من خلال دعوة الشاعر للقراء بضرورة المبادرة للعمل، إنه يلا الآن قم روح غير عيش الحياة بتفاصيلها. هذا التغيير الإنشائي لشو هدفه؟ شو أثره في نفسك؟ فعليا يؤكد المعنى المراد إيصاله، هو أكد المعنى اللي بده إياه وعشان يجذب القراء إنه يلا قم عش الآن. طيب في السؤال الثالث يقول نيرودا: يموت ببطء من يعاود كل يوم من المسالك ذاتها. نفسر أثر كلمة استخدام صيغة الجمع في مسالك بدلا من المفرد، يعني ليه ما حكى إنه مسلك في نفس المسلك؟ ليه حكى مسالك؟ تمام خلينا نشوف ليه. وذلك دلالة على تكرارية العمل الروتيني وفي أكثر من جانب أو مسلك واحد، إذن بده يكرر هذا العمل الروتيني في أكثر من جانب، صح؟ يعني هون يحكي لك إنه مش بس عندي مسلك واحد، عندي أكثر من مسلك، يعني عندي أكثر من مجال، أكثر من طريق. وضح دلالة الفعل يعاود وما يمكن أن يتركه من أثر في المتلقي. أن يعاود يعني في عندي تكرار، وهذا شيء يدل على عدم قدرة الإنسان على تقبل التغيير، يعني يعاود يعني ها زي ما بنحكي إنه رجع لعادته القديمة. فبالتالي بدنا نأكد على عدم قدرة الإنسان، خلص مش قادر إنه يمشي مع هذا، يتماشى مع التغيير أو يتقبله، فبرد يرجع لعادته القديمة. طيب السؤال الأخير: أبين رأيي في المعنى المستخلص من قول الشاعر. يعني شو قصده بهذا الكلام كله على بعضه؟ يموت ببطء من يعاود كل يوم المسالك ذاتها، شو قصده؟ أرى أن كلام الشاعر سليم، التغيير طبعا هذا رأيي، أنتوا شو رأيكم؟ اكتبوا يا عاشر. التغيير بشكل عام يا عاشر يبعث في النفس روح التجديد والابتكار وتعلم خبرات جديدة، كما أن السفر مفيد للقلب والعقل والروح، فهو يجدد عقلنا بالخبرات المختلفة، يجدد أرواحنا بالتمتع بجمال الطبيعة. وتقييم الذاتي لكم يا عاشر زي ما تعودنا. وهون في عنا عن كتابة المحتوى نحكي لكم عنه لو فكرة بسيطة. هلأ بنتذكر نحن في الدرس الماضي أو في الوحدة الماضية حكينا عن الكونتنت أناليسس أو تحليل المحتوى الخاص في نص شعري. هلأ هون لما ممكن يصيروا جبولكم زي لوحة فنية زي هيك، شايفين هذه اللوحة الفنية الحلوة، بدك تعمل برضو أناليسس إلها أو تعمل إلها تحليل. هذه اللوحة شو اسمها؟
اسمها بائع السجاد، وهي للفنان النمساوي اسمه رودولف سوبودا، وقد رسمت سنة 1985، يعني أدي عمرها في عمرها فوق 40 سنة. وبدنا نحللها، يعني 38 سنة، بدنا نحللها بلغة سليمة ونعرض تحليلي على عائلتي لأناقشهم محتواه. وبتقدر يا عاشر بعد ما تناقش محتواها لهذه الصورة انه انت تنشر هذه الكتابة يلي انت كتبتها التحليل تبعك على منصة المدرسة او في احدى المنصات الاخرى. طيب هلا انا بالنسبة لي شو كتبت لكم، وخلينا اشوف انتو شو بتكتبونا تحاليل، وفيكم تبعتونا اياها في الكومنتس وتكتبونا اياها وتشاركونا فيها. هلا انا بالنسبة لي وجدت ان هذه الصورة تمثل حالة واقعية في حياتنا اليومية اللي هي عمليات او حركة التجارة، صح؟ فهي حركة التجارة في الأسواق، يبدو أن هناك حوار ما بين المشتري والبائع حول هذه القطعة لقطعة السجاد، ولربما هناك مجادلة في السعر حول بضاعة معينة، يعني ينوي البائع أن يشتري هذه السجاد بسعر معين لا يقوى على دفع يعني سعر آخر أعلى منه، ولكن مبين أنه البائع يرفض هذا السعر، فهناك مجادلة يعني حول السعر. يبدو أن البائع يجادل بهذا السعر كون هذه القطعة من السجاد ثمينة وذات نوعية جيدة جدا. ممكن زي هيك. أهم شغلة أنه يكون في ترابط، يكون في كوهيجن، تجانس بكلامك يا عاشر، تبين الملمح الانفعالي، مبين أنه كيف البائع معصب، المظهر الخارجي بشكل عام توصف لنا هذه الصورة شو فيها. أهم شغلة إذا بدك تكتب كتابة قبل ما تحكي يجب أن تستخدم علامات الترقيم، وما ننسى زي و أو عندما لماذا حيثما، هاي الكلمات اللي نسميها زي أدوات الربط، هذه استخدمها ما بين الجمل وما بين الفقرات. بهيك نحن خلصنا درسنا الثالث والرابع، نراكم في الدرس الخامس يلي رح نحكي فيه عن الناحية اللغوية النحوية. نشكركم جميعا أعزائنا ونراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.